طلب يعني صارت مستجدات، يعني احنا في غنى عنها، بس يلا ان شاء الله خير. نكمل مشوار الطلبه الجيدين. هذا هو الواكس، اوكي راح اجي اخذ هالقدر من الكراون، ارسم هاي الحدود مالتي. تمام، اكتب الاتجاهات الاسبكتات، ضروريه جدا طلاب. اول خطوه راح اكتب هذا هو البكل اسبكت، العكس مالته هو اللينجوال اسبكت. اوكي الحين بدنا نحط شنو؟ بدنا نحط الرايت، هذا هو الميزيال وهذا هو الدستال. زين هسه اجي من جهه البكل اسبكت، اوقف هنا يا طلاب. ايش راح اجي اسوي؟ طبعا اكو شارب نايف بالمجرات، هذا النيكل اللي ورا، هاي وحده، هاي وحده طلاب تبوا علي. راح اجي اوقف هنايا، ايش راح اجي اسوي؟ بالميزيال والدستر اخصر طلاب. شوفوا شلون طلع الشكل عندي. بعض طلاب شلون اتخصر؟ خلينا هاي افضل، هيجي افضل، مو هيجي افضل. هذا شو ربوي. اوكي طلاب شوفوا شلون اتخصر، اقدر شويه بعد اخصر اكثر منه ومنه. زين هسه راح اجي اسوي ذني الزوايا الشارب طلع عندي اخذهم، ما بقي اي زاويه شارب. طلاب ارجع لجهه البوكل اسبكت، هاي هي، اجي اسوي هنا البكل ديفلوبمنتال جروب. اوكي طلاب مع هاي الحد الفاصل بيناتهم. زين هسه ايش راح اسوي طلاب؟ راح اسوي الميزيو بوكل كاست والديستال بوكل كاست، لان الجبل راح اوضحهم. اوكي راح اخذ هذا اي شيء منهم وهذا منهم. اوكي شلون صار؟ ما يبي على العموم هي غلاب، هي هنا المشكله مالي. بني بعد شلون سويتهم؟ يعني صار عندي هذا هنا جبل وهنا جبل، هذا كاس وهذا كاس. هسه راح اجي بجهه اللينجوال طلاب، هذا هو الميزيال، راح اخلي هنا 70 ب 30. هاي 70 وهاي 30 صارت. وهم اجي اسوي ذني الكاسبات اوضحهن. اوكي واضح طلاب، هاي المشكله اللي خلصتكم من عندها من اول السنه. الطالب ما يقدر يديهم ويشوفه. ها لا طاف طافيات بقى. الطالب ما يقدر يشوف الديمو، ما يقدر يشوفه، يعني اكو صعوبه. يعني هذا يراد لك انه انت متفرغ فقط للدنتال، يلا تذقنا. صار عندي 70 ب 30 من جهه اللينجوال. اكمل الراونديشن مالتي. اوكي اوكي هسه راح اجي طلاب اسوي الكارفينج، اجي اسوي مثلث هنا. بعض طلاب بالاكرون الصغيره او اذا تحب الشارب نايف بكيفك. دكتور ليش مثلث؟ مثلث هنا، هذا الميزيو بوكال كاست، اسوي هنا هذا المثلث
وهي لا كورونا سوت لي شكل الكاس. ارجع هنا دستو لونجوال. دكتور يعني ما يحتاج نقص هالقصه المعينيه هيك؟ هم قصيها هم قصيها اي صح. اوكي طلاب، الشغلات اللي راح تركز عليها بالابار الاوبليك ريج، وبعد شنو زينه سدي البار والكاس وفكره بليه. شوفوا طلاب نفس الطريقه اللي نحت بيها. لا انا قلت بعد ما اشوف تقدرون تشاور الفول. لا قام بعد ما يبين كلش البنش طافي. اوكي برش اكو هنا برش بيش هناك اكو برش. طلاب ادواتكم جيبوها وياكم. ثانك يو. شوفوا طلاب هذا عندي كاس صار. اوكي اخذ هاي منها من جهه الميزيو لونجوال، واخذ هاي الدستو بوكال على مود يطلع عندي شكل معيني. اجي طلاب اشرح اجي اسوي اوقف هنايا، راح اوقف هنا ايش اسوي؟ اسوي هاي التاتش حتى يطلع الكاسب اوف كارابلي. جيبوا وياك جوراب على مود تسوي سموت، لانه ما اعرف شلون راح يقيم العمل. على العموم ان شاء الله خير يا ربي. دكتور خفي رسمنا دكتور عمار. اي والله لا هو ما عنده ان شاء الله عداوه وياك ان شاء الله. لا يعني الشغل انه خف ان شاء الله ما يرسمكم. طلع دكتور بس من بين. اوكي طلاب عشان اكون هنايا شوية عطر جراب. اكو جراب اكو جراب. ثانك يو. طلاب هذا هو الشغل هنا طلع. هذا هو الشغل طلع. اوكي طلع بس الكاسبات بس ايش طلع على هاي تدربون. احفظ الشكل طلاب، هذا الشكل احفظه ابوي، هذا الشكل احفظه. اوكي هذا الشكل احفظوه. اكو بالجهة البوكال، بجهة البوكال اكو كاسبات اثنين، جهة البوكال اكو كاسبات اثنين. اوكي اللينجوال اكو هم كاسبات اثنين، هذا الكاسب الميزيو لينجوال يكون اكبر من الدستو لينجوال، وهنا يكون مرتبط بالكاسب اوف كارابيلي. وال من الميزيو لينجوال للدستو بوكال فايت هذا الاوبليك ريج. اوكي طلاب ماشي، حفظوا هذا الشكل ابوي. ونتمنى لكم كل التوفيق.